أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة على شاشة القناة الأولى تلفزيون المصري ومحافظة بني سويف وصعيد مصر، والذي يشهد طفرة تنموية كبيرة على كافة الأصعدة. المبادرة الرئاسية حياة كريمة كان لها الفضل الكبير في تنمية الصعيد على المستويات كافة. لا مزيد من المتابعنا معنا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، بعد التحية، صعيد مصر بصفة عامة شهد إقامة مشروعات تنموية ضخمة خلال السنوات الماضية، بصفة خاصة محافظة بني سويف. هذه المشروعات كيف استطاعت أن تحقق تنمية حقيقية في محافظة بني سويف؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. يمكن أن نقول أن شمس الجمهورية الجديدة تسطع في صعيد مصر في الحقيقة، وما يشهده الصعيد من تنمية وعمران وتنمية مستدامة هو أمر غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية، بل هناك طفرة تنموية في الحقيقة تشبه الإعجاز فيما يتحقق الآن في صعيد مصر. نتحدث أن القيادة السياسية المصرية في الحقيقة زارت كل محافظات الصعيد، بل القرى والمراكز في كثير من هذه المحافظات، متابعة دؤوبة لفكرة المشروعات القومية وإنجازها في أسرع وقت. وأيضا حتى فيما يتعلق بمبادرات حياة كريمة، بني سويف أحد أهم محافظات طبعا الصعيد المصري، وأعتقد أن تنمية وتطوير بني سويف في الحقيقة أيضا على كافة الأصعدة وفي كافة المناحي، سواء على صعيد البنية التحتية، المشروعات أيضا الصناعية. بني سويف الآن أصبحت أيضا جاذبة حتى للاستثمار، مش بس المحلي، حتى الاستثمار الأجنبي. نتحدث عن واحدة من أكبر شركات الإلكترونيات في العالم الآن بتعمل داخل بني سويف من خلال مصنعها لإنتاج بعض المنتجات الإلكترونية. وبالتالي نحن نتحدث عن أن هذه البنية التحتية وما أنجز حتى في بني سويف وكل محافظات الصعيد، مش بس حتى حقق جذب للمستثمر المحلي والقطاع الخاص المحلي، ولكنه لفت حتى أنظار الشركات الكبرى. أعتقد أيضا أن ما يحدث في الصعيد هو يعني أيضا قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويسهل ويتيح جودة الخدمات للمواطن في الصعيد، خصوصا نحن نتحدث عن تضافر وأيضا تكاتف ما بين كافة مؤسسات الدولة، سواء فيما يتعلق بالمخصصات المالية المتاحة لتنمية الصعيد، وطبعا بعد تدشين هيئة تنمية الصعيد المصري وتخصيص أكثر من 1,800,000,000,000 جنيه كمخصصات مالية لتنمية الصعيد، أو حتى على صعيد دخول مبادرة حياة كريمة كشريك أساسي وشريك تنموي في تنمية الصعيد. نعم. وأعتقد أن عمل حتى حياة كريمة في الصعيد بشكل مكثف. نعم. وكبير، ومن الممكن أن نقول أن حياة كريمة أو الصعيد يستحوذ على نصيب الأسد في مبادرة حياة كريمة. بني سويف بالتحديد في الحقيقة لديها فرص كبيرة جدا. حين نتحدث عن بني سويف أستاذ جمال، تشهد قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة محافظة بني سويف تنفيذ عدد كبير من المشروعات داخل قرى مركزي بيبا وناصر، بتخدم هذه المشروعات حوالي 1,000,000 مواطن. أبرز المشروعات اللي تم تنفيذها لرفع حياة المواطن الريفي في بني سويف. يمكن حينما نتحدث عن تحسين جودة الحياة ويعني ما تهدف إليه مبادرة حياة كريمة من بناء إنسان مصري يستطيع أن ينعم بحياته بشكل يعني يليق وكرامة المواطن المصري، فنحن نتحدث عن عدد من المشروعات بنجدها دائما على أجندة مبادرة حياة كريمة، سواء فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بالصحة، إنشاء المراكز الصحية، المستشفيات، أيضا دعم البنية التحتية، فيما يتعلق أيضا بتقديم الخدمات الآن المميكنة، لأن أيضا التكنولوجيا وتوفير الرقمنة والشمول المالي وإتاحة الخدمات الحكومية عبر مراكز خاصة يعني تقديم هذه الخدمات إلكترونيا الآن أيضا أصبح ضمن مشروعات مهمة التي تنفذها حياة كريمة. أيضا ما يتعلق طبعا بمشروعات رفع كفاءة الطرق والمحاور وغيرها من المشروعات، وصولا بقى لأيضا المشروعات الخاصة بالمراكز الشباب والمراكز الثقافية والمكتبات وغيرها من المشروعات أيضا التي تساهم بشكل فعال في فكرة بناء الإنسان. وبالتالي نحن نتحدث عن عدد كبير من المشروعات المهمة للغاية بتساهم بشكل كبير جدا في مش بس فكرة توفير الخدمات، ولكن أن تكون هذه الخدمات أيضا ذات جودة عالية. وهذا في الحقيقة هو نمط العمل في الجمهورية الجديدة. الجمهورية الجديدة لا تقدم فقط الخدمات، ولكن تقدم الخدمات بجودة عالية حتى ترتقي وحياة
ترتقي بحياه المواطن المصري وتحقق الحياه الكريمه، وبالتالي نحن بصدد افتتاح عدد من المشروعات ومشروعات خدميه بالشكل الاساسي تحقق الرفاهيه وجوده الحياه للمواطن في صعيد مصر بعد عقود يعني عانى فيها الصعيد في الحقيقه من يعني انتظار طويل حتى تتحقق الاراده السياسيه، وايضا توفر الدوله الامكانيات اللازمه لتحقيق ما نشهده الان من طفره تنمويه وضع الصعيد مش بس على الخريطة التنموية المصرية، ولكن أعتقد أيضا أنه حتى أصبح الآن الصعيد على الخريطة القارية، خاصة نحن نتحدث عن مشروعات قارية الصعيد شريك فيها زي طريق القاهرة كيب تاون، طريق اسكندرية فيكتوريا. فممكن أن نقول أن أيضا الصعيد أصبح بوابة مصر لأفريقيا، وبالتالي نحن نتحدث أن الصعيد ببنيته التحتية الآن وبنيته اللوجستية والمشروعات الصناعية الكبيرة والمشروعات الزراعية وحتى فيما يتعلق بالبنية التحتية التنمية الشاملة بشكل عام وضع الصعيد على خريطة التنمية المصرية وأيضا خريطة التجارة والاقتصاد الإقليمي. وده ترجمت ما نراه الآن من مشروعات قومية عملاقة ومشروعات أيضا بتنفذها شركات عالمية زي محطة بنبان في أسوان، زي ما كنا نتحدث الآن عن المصنع الخاص بأحدى الشركات الكبيرة في بني سويف وغيرها من الاستثمارات الآن الأجنبية حتى الوافدة. لم يعد الصعيد فقط نقطة جذب سياحي، نعم هذا أيضا يتم تطويره وهذا أيضا تحت عناية الدولة المصرية، ولكن بجانب حتى فكرة السياحة وهذا النمط التقليدي في تنمية الصعيد أيضا هناك الآن أنماط كبيرة جدا. يعني دعيني أقول لحضرتك أن مثلا عدد الأفدنة المستصلحة الآن في الصعيد يرتفع ليتخطى النصف مليون فدان، سواء بوشكا في شرق العوينات في الوادي الجديد، وبالتالي هناك طفرة غير مسبوقة وهناك تنوع فيما يتعلق بمسارات التنمية لتصبح تنمية مستدامة وأيضا تنمية شاملة تشمل كافة الأصعدة وكافة المناخ. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.